دكتور، ما المبرر للكيان الصهيوني بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هم تذرعوا بأنه عملية الوعد الصادق الثانية كانت اعتداء على إسرائيل، في حين أنه هم الذين بدؤوا الاعتداء بعد عملية وعد الصادق الأولى. سيدتي، أعلن مندوب إيران في الأمم المتحدة أنه نحن أنهينا العمليات القتالية، وعندما جاءوا يعني تجاوزوا على استقلالنا وأمننا وقتلوا ضيفنا في دارنا، فأصبح حسب القانون الدولي والمادة 51 من منشور الأمم المتحدة حق الدفاع، حق الرد، وهذا مكفول يعني قانونيا. حتى بعد عملية الوعد الصادق الثانية كذلك أعلنت إيران أنه من جانبنا نحن أنهينا، في الحقيقة انتهت العمليات، ولكن أنه العملية الردعية الغرور الإسرائيلي وكذلك يعني ما وجه نتنياهو أنه كيف يضرب بهذه الضربة الموجعة والمؤلمة التي ضاعفت يعني أضعاف مضاعفة عملية وعد الصادق الأولى، فيعني يريد أن يعيد ما وجهه، أو ربما يريد يمسك يعني زمام الردع والمبادرة بيده، فقام بهذه العملية الحمقاء. إذن هو يعتبر البادئ، والبادئ أظلم. نعم. ومن حق إيران أن ترد.